صلاة الجماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. ولكن كيف نقف في الصلاة؟ هناك عدة حالات. الحالة الأولى أن يكون هناك رجلان، يقف المأموم على يمين الإمام متأخرا قليلا إلى الخلف. الحالة الثانية: رجل وامرأة، تصلي المرأة خلف الإمام مباشرة. الحالة الثالثة: رجلان وامرأة، يقف الرجل على يمين الإمام متأخرا قليلا إلى الخلف والمرأة خلفهم. الحالة الرابعة: أكثر من رجلين، يقف الإمام في المقدمة والباقي خلفه. الحالة الخامسة: رجل وامرأة أو أكثر، الإمام في المقدمة والنساء من خلفه. الحالة السادسة: رجال ونساء، الإمام في المقدمة ثم الرجال وخلفهم النساء. الحالة السابعة: نساء فقط، إذا أمت المرأة النساء وقفن إلى جانبها وهي في الوسط. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.